ايه مش مسموح، مش مسموح. قديش البعض فيه يكون مجوي، وبرجع بقول البعض underlined، البعض التاني رائع، ولكن البعض فيه يكون هيك في تعبير حلو قاسي قذر. لكن يا جماعة ليش بتكبوا انتوا وسخ على الطريق؟ ليش بتكبوا المحارم؟ ليش بتكبوا الأنين الفارغة؟ ليش بتكبوا ورق الشوكولا، ورق التشيبس؟ ليش بتكبون؟ خلوهم معكم بالسيارة، كبوهم بسوسوا على البيت. ما هي الطريق ما بتملكوها، كلنا مدفع أجار استهلاكها، وكلنا بنحب نشوفها حلوة ونظيفة. وتذكروا انه هي ما هي شو الطريق، هي الشريان. كيف الشريان بيقطع بإيدينا وبجسمنا يلي بيوصل البلد كله، بيوصل اقتصاده، بيوصل سياحته، بيوصل العالم ببعضها، بيوصل المريض بالمستشفى، التلميذ بالمدرسة. هاي الطريق بدها تكون شغلة حلوة ونظيفة كل الوقت. كيف بتكبوا أوساخ؟ شو هالوقحنة؟ أنانة فارغة، ورق الشوكولات أو البطاطا أو المحارم المستعملة. يا عمي والله عيب، والله عيب. إنه عيب نحن نعمل. أنا بستحي بس أطلع أقدم هيك فقرة، انا بستحي من حالي. بركي يا خيي هذا البرنامج بيقطع 10 محطات بالعالم. بنجرب دائما نشيل مش مسموح من الفقره، بنستحي، بنستحي انه نحكي، لانه اذا بنعمم بنوقع مشكله مع الباقيين، واذا ما بنعمم من من بندل على لبنان وعلى طرقات لبنان وشوزات لبنان. بنستحي، ما نحن شو؟ والله بلدنا حلو، بلدنا رائع، ناسه طيبين، تاريخ، ثقافه، حضاره، ذكاء، ناس ناجحه، بيقدر يكون عنده بوتنشل احلى بكثير. ما فينا نضلنا نحكي بهول القصص، بحكيها وموجوع. بليز، البعض اللي بكب واللي ما بتفرق معه بده يكب سيجارته، بكب محرمته، بكب خليها معك، كبها بكيس النايلون وحتى عندك بالزباله بالبيت او على اقرب محل توصل تلاقي فيه تراش او تلاقي فيه بن تكب فيها. حدا بكب ببيته، حدا بكب بجنينته، لا. طب ليش بدكم تكبوا على الطرقات؟ عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.